صدر عن معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب 4 قرارات بشأن تسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين مدير تنفيذي لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء المجلس وتحديد مقار اللجان الفرعية للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب.